أجرى تلفزيون سوريا استطلاعا للرأي شمل عربا وسوريين مقيمين في برلين في ألمانيا للتعرف إلى مدى تعلق السوريين بهويتهم الغذائية في أوروبا وتجاربهم مع الطعام الألماني، بالإضافة إلى مشاركتهم في تعريف الألمان على النكهات السورية والعربية. عندك مثلا نحن عملنا قسم خاص للألمان، بحبوا الزعتر، بحبوا الجبنة، بحبوا يجربوا الألمان، الفلافل، الحلومي، بينبسطوا من هاي الشغلات كتير كتير. يا أخي في أكلة، شوف الشاورما كلها طيبة بسوريا، بحلب، حمص، بالشام طيبة، بس عندك الكباب بختلف، كل بلد بختلف عن التاني. كبة الحلبية ما حدا بحسن مساويها إلا أهل حلب. طبعا هلا انا كشخصيا ما جربت عند المان، اكلهم بتعرف انت ما زياده كلحنه عرب، اما كمحلات تركيه انا مجرب عند محلات تركيه، طبعا مقارنه بالعرب يعني مو هالزياده مثل العرب، كعرب هون كمأكولات عرب كتير كتير كويسه. يعني انا بتذكر يوم ما جيت 2015 لهون على برلين ما كان هيك الترتيب ابدا، يعني مختلف تماما، من كل الجنسيات موجود، كالمان كاجانب موجود. والله الاكلات او المطبخ بصوره عامه، المطبخ السوري يعني ثبت جدارته انه خاصه بالمجتمع الالماني وما بي اي قصور، وبالاضافه للمطبخ الان كعراقي، المطبخ العراقي ايضا له خاصيه والمطبخ السوري له خاصيه ثانيه، بس يعني خلينا نكون واقعيين، الاخواننا السوريين هنا فتحوا مشاريع مطاعم، اجتهدوا وعملوا، بالاضافه للمجتمع الالماني ايضا ياكل الاكل السوري والاكل العربي. الالمان تعال سكن، روح على الدمشقي، ارجع تعال على الفيصل، تعال على مطعم الزعيم، تلاقي نص المطعم ألمان والنص الثاني سوريين ولا عرب ولا من أي جنسيات ثانية. والله جربت يعني بالمطاعم الألمانية، جربت بس ما هو هذاك، بس شكون اسمه، مجرد ذواق هذاك، ما يقول لك شكون اسمه انه بشكل شبع، يعني شبع. طبعا احنا باعتبار اختلاطنا مع الألمان و اكيد جربنا البطاطا، هاي اللي يسمون الكارتوفل زلات او يعني هيك مهروسه وهيك حاطين عليها بعض التوابل، لكن بصراحه يعني تحسها بهته او يعني مو بذاك المذاق اللي هو نحن ندور عليه. يعني بحكم شغلي انا طبعا اشتغل بالاسعاف، طبعا كثير الزملاء اللي معاي يشتغلون، نزلنا على المطاعم سورية، فلما يأكل مرة بتلاقيه كل مرة يرجع يقول لك تأخذني على نفس المطعم اللي أكلتني عنده من مثلا من أسبوعين أو من شهر أو هيك. يعني هلأ أنا واحدة منهم، بتشوف إن في رفقات كتير ألمانيات بحبوا أكلنا كله، من الكباب أكتر شيء، المحاشي، كوسة بلبن، أشياء كثيرة بتكون فريكة، رز وبازيلا. إذن عن هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين الصحفي عباس ديري. مرحبا بك سيد عباس. يمكن هي من إيجابيات الهجرة واللجوء نشر الثقافة، ويعني سواء موضوع الطعام أو يعني كل ما يتعلق بثقافة المهاجرين. نحن نعلم أنه في أوروبا أصبح للسوريين صيت كبير بموضوع التميز، ليس فقط بالطعام، بالكثير من الأمور، لكن بموضوع الطعام بالذات، كيف تصف لنا يعني اندماج السوريين مع الألمان واندماج الألمان مع السوريين بهذا الخصوص؟ مساء الخير، أسأل الله أوقاتكم جميعا. في الحقيقة يعني النكهات السورية أو حتى ما يعرف بالبهارات السورية يعني أتت مع اللاجئين السوريين إلى ألمانيا، تحديدا إلى برلين هذه العاصمة. عند يعني البدء في إعداد الاستطلاع، يعني عملت قليل البحث على الإنترنت عن عدد المطاعم الموجودة في برلين، تقريبا السورية أقصد المطاعم السورية، تقريبا كان عدد المطاعم حوالي بين 40 و50 مطعم سوري بامتياز. نصف هذا العدد يوجد في هذا الشارع الذي عددت فيه الاستطلاع الرأي، تقريبا 20 ل 25
يعني مطعم في هذا الشارع، وهذه نسبة كبيرة جدا يعني منذ عام 2015 تقريبا، نحن نتكلم عن 9 سنوات استطاع السوريين أن ينقلوا ثقافتهم، أن ينقلوا هذا المطبخ السوري معهم إلى ألمانيا. وقد رأيت أيضا يعني أن العدد الألمان، أو حتى ليس فقط الألمان لنكون منصفين، يعني هنا في برلين هي مدينة متنوعة فيها الكثير من الجاليات الأوروبية وحتى الغربية، بإضافة إلى الجالية العربية، نصف يعني رواد المطاعم السورية هم من الأوروبيين بشكل كامل، يعني واستطلعت آرائهم ورفضوا الظهور للأسف أمام الكاميرا لأسباب يعني خاصة، ولكن يعني أبدوا إعجابهم بهذه النكهات، بهذه الأصناف الكثيرة والمتنوعة من المطبخ والمطعم السوري. طبعا هو الموضوع أكثر من أنه موضوع مطبخ ومطعم، هو هوية وثقافة واقتصاد. نحن نتحدث هنا عن الكثير من المطاعم، وبالتالي فرص عمل، بالتالي يعني هو يعني شيء اقتصادي يكرس أو ينقل الهوية السورية من خلال الطعام يعني بالتأكيد. يعني حضرتك قلت أيضا سيد عباس أن معظم من يرتادون تلك المطاعم هم من الأوروبيون، ونحن نعلم أن هناك اختلاف كبير بين المطبخ السوري أو المطابخ الشرقية والمطابخ الأوروبية. كيف أيضا تنقل لنا آراء يعني الأوروبيين عن هذا الموضوع؟ يعني كما ذكرت تماما، هي ليست فقط نكهة أتت إلى أوروبا، هم أيضا اقتصاد، حركوا الاقتصاد، استطاع يعني هذا الشارع الذي يوجد فيه المطاعم، العدد كبير من المطاعم السورية، يعني الذين سبقونا العرب القدامى لنقل، يعني أخبرونا بأن هذا الشارع كان شبه مهجور، يعني لا يوجد فيه هذه الحركة. الآن يعني نشاهد بأم عيوني أن العرب يعني يفضلون تناول وجباتهم العربية في هذه المطاعم، الأسعار أيضا ربما تكون هي منافسة جدا، يعني أسعار الوجبات العربية يعني تقريبا لنقل النصف عن أسعار الوجبات الأوروبية هنا موجودة في هذا الشارع، وهذه منافسة يعني يعرفها تماما الأوروبيون، بأنهم يعني عندما يريدون أن يأكلوا الوجبة اللذيذة والسعر القليل لنقل، يعني يأتون إلى هذا الشارع، وهذه أيضا يعني أحد الميزات الموجودة في برلين، أو حتى الذي أحضرها اللاجئين السوريين تقريبا إلى ألمانيا. كم فرصة عمل أمنتها؟ يعني بدأت المنافسة، بدأت يتحرك. تقريبا كم فرصة عمل أمنت هذه المطاعم سواء للاجئين السوريين أو للعرب أو حتى لأي جنسية تعمل بهذه، إذا أردنا أن نقول المشاريع الصغيرة؟ يعني هو مشروع صغير، ولكنه يعني في أصغر مطعم يعني رأيته في هذا الشارع يوجد به تقريبا بين 10 إلى 20 موظف في 8 ساعات، وهنا يعني العمل يحدد تماما، يوميا يجب أن يكون 8 ساعات، أي أن هناك ما يزيد عن 3 وجبات للعمل أو 3 ورديات للعمل يتناوب عليها العمال في هذه المطاعم، لنقل بين 50 و60 شخص، وهم بالتأكيد عدد كبير جدا، يعني نقول 20 ضرب مثلا 50 شخص في اليوم، يعني الرقم يعني يكاد يكون حوالي 1000 شخص أو بهذا الحدود يوميا يعملون في المطاعم العربية، سواء كانوا عرب أو غير عرب. يعني في الحقيقة يعني المطاعم العربية استطاعت أن تجذب أيضا يد عاملة غير عربية بسبب يعني الإمكانيات، حتى إمكانيات التعليم للغير العرب، ولنقل يعني الأتراك أيضا هم يعني قريب مطعمهم أو فرصهم في العمل متقاربة تماما في العمل في المطاعم السورية أو غير السورية، وأيضا الإسبان والإيطاليين، وهذه يعني لنقل اندماج عكسي، بدل أن يعمل السوريين والعرب في مطاعم أوروبية
يعني يأتي الأوروبيون أو حتى غير الأوروبيين للعمل في المطاعم السورية، وهذه تقوي الاقتصاد، تقوي المنافسة أيضا في 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 أوروبا بشكل عام. نعم، يعني حقيقة أنا زرت هذا الشارع في برلين وتفاجأت بكم المطاعم السورية وبالتنوع وبالوجود الكبير للألمان والأجانب في تلك المطاعم. لكن إذا سألنا ما هو أكثر طبق سوري يقبل عليه الألمان والأوروبيين بشكل عام في إلى تلك المطاعم، علما نحن نعلم أن المطاعم الإيطالية في أوروبا شهيرة جدا ويقبلون عليها في كل مكان وخاصة في ألمانيا. يعني المطعم السوري أو المطبخ السوري يعني يمتاز بما يعرف بالشاورما، وهذه يعني وهذه امتيازات للمطعم النكهات أو البهارات، ولكن يعني هناك أيضا ما يعرف بالنباتيين الذين يأكلون لا يأكلون اللحوم، يعني يفضلون بشكل كبير الفلافل والحمص أي المسبحة يعني، ويكون هناك أيضا هذا الطبق لنقول أنه رقم واحد في برلين بينما هو رقم اثنين في مدن أخرى يتم تناوله بشكل كبير جدا. وإلا ننسى أيضا المعجنات أيضا تنافس، أنت ذكرتي البيتزا الإيطالية، المعجنات السورية تنافس وبقوة البيتزا الإيطالية بسبب يعني الجودة، بسبب الأصناف المتنوعة، سواء كانت يعني من الأصناف التي يوضع فيها اللحوم أو حتى الأجبان أو حتى الأصناف التي توضع بشكل يعني نباتي بامتياز. بصراحة أنا يعني تحدثت عن موضوع المطاعم الإيطالية لسبب هذا بالذات، لأنه كانوا دائما ما نسمع لا نريد، يعني أصبحوا يقبلون على الفطائر بين قوسين، يعني كما نسميه في سوريا الفطائر السورية أكثر من أو ربما بنفس النسبة ما يقبلون على البيتزا الإيطالية. طيب جميل، نحن قدمنا هويتنا السورية من خلال عدة أمور ونجاحات متعددة، واحد منها المطبخ السوري. كيف أيضا تعامل السوريون مع المطبخ الألماني ومع الأطعمة الألمانية، ويعني كي يكون فعلا الموضوع متبادل واندماج متبادل؟ يعني للأسف المطبخ الألماني قد يكون أفقر المطابخ في أوروبا. يعني نعم، يعني سيد عباس أعتقد أننا فقدنا الاتصال مع السيد عباس الديري الصحفي. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات من برلين، كنت معنا الصحفي عباس الديري.